رئيس مصلحة الحرف والفنون المحافظة على الذاكرة المحلية. غدا 18 مايو 2024 هو اختتام شهر التراث في دورته 33 تحت شعار تراثنا رؤية تتغير تشريعات تواكب. مندوبية الثقافة ستختتم هذا الشهر بتظاهرة نيابوليس 5G أو نيابوليس الجيل الخامس، وهذا بالتعاون أو بالشراكة مع المركب الثقافي نيابوليس. التظاهرة هي حاولنا أنها تكون في صلب الرؤية هذه اللي نحبوها، تواكب العصر وتواكب التكنولوجيات وتواكب الجيل الخامس في علاقة بالتراث. إذن باش تكون انطلاقة التظاهرة الساعة 10 صباحا بالمركب الثقافي نيابوليس، حيث ستكون هناك حلقة أو حوار، لقاء حواري يجمع كل الفاعلين والمهتمين بقطاع التراث في ولاية نابل. باش يكون معانا من معهد التراث ممثل عن مصلحة الشؤون القانونية بالمعهد التراث السيد خالد بنصير، حيث سيكون موضوع هذا اللقاء هو التشريعات فيما يخص قطاع التراث. ماضي 3 ستنطلق رحلة افتراضية، رحلة افتراضية بالكاسكليير طبعا، هي مفتوحة للجميع، جميع الأعمار هما مرحبا بهم، ينجموا يجيو بحذانا غدوة في المركب من ماضي 3 إلى 5. إذا الرحلة هذه هي للحوانيت البنية، حنو حوانيت البنية اللي موجودة في قربة، وشكون ما يعرفش اللي ولاية نابل فيها برشا حوانيت بنية، فباش تكون هذه هي رحلة افتراضية، فيزيت فيرتوال. في الليل 9 متاع الليل باش يكون عندنا عرض مابينغ على واجهة المركب الثقافي نيابوليس. العرض هذايا هو أكيد باش تكون فيه مراوحة ما بين الفانتازيا في اختراع معناها التأثيرات الضوئية اللي باش تكون على واجهة المركب، وأيضا باش يكون يحمل رحلة عبر الزمن لثلاث حقبات: الحقبة القرطاجية، الحقبة الرومانية، ونابل الحديثة، في علاقة بكل ما هو خزف، سيراميك، موزايك، الكل يعني باش يكون فما صور لقطع أثرية حقيقية، لشخصيات، للوحات فسيفسائية مخدومة بطريقة وتكنولوجيات حديثة ومعاصرة. بعد المابينغ اللي هو باش يدوم 10 دقائق من 9 للتسعة ودرجين، ولهنا نشكر الأطراف اللي تعاونت معنا الكل، لأنه تعاوننا مع المندوبية مع البلدية اللي هي باش خاطر ضرورة أنه يتقص الضوء، تكون معناها الفضاء قاتم باش نجم نعديو المابينغ هذايا، الأمن اللي هو زيد وقف معانا، المعتمدية، الأطراف الكل اللي باش تأمن لنا الدرجين هذوما، خدمة كبيرة على أعلى الدرجين، وإن شاء الله يكون عارف في المستوى. وننصح الكل باش يجيو يتفرجوا، حقيقة حاجة أول مرة باش تصير في ولاية نابل. بعد المابينغ عندنا سهرية موسيقية أيضا متميزة، حاولنا باش تكون الانتقائيين في اختيار العروض والبرنامج حقيقة. إذا باش تكون بداية السهرة مع الفنانة مريم العريض اللي باش تقدم لنا أغنية باللغة القرطاجية لأول مرة زادة في ولاية نابل. مريم العريض باش تقدم لنا المداخلة متاعها في تصور أيضا من حيث لباسها، من حيث حضورها، باش نحس رواحنا حقيقة في العصر القرطاجي. الأغنية هي بعنوان سيدة البحر. بعد مريم العريض ننطلق مباشرة إلى مجموعة متميزة جدا في الموسيقى في اختيارها للمقطوعات متاعها، في علاجها للموسيقى، رؤيتها الجديدة للموسيقى التراثية وحتى الموسيقات الأخرين اللي هي مجموعة جذب. ننصح المقيمين في نابل أو غير نابل، مرحبا بهم، البرنامج ثري متنوع مواكب للعصر، ويحمل معه رحلة عبر التاريخ في الموسيقى، في الصور، في اللقاءات الحوارية. مرحبا بالجميع. إذن الإيفنمون تاعنا يبدأ 10 متاع الصباح يوفر 11 متاع الليل، مرحبا بكم، ننصحكم تجيو تشوفوا المابينغ أول مرة بتصير في نابل.